بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، قبل أن نبدأ سنطلب الله باش يعني بهذه الظروف اللي احنا فيها أنكم تدوزوا الامتحان في ظروف حسنة، وأبارك لكم العيد، عيد الفطر، بالصحة والعافية والنجاح والنجاة من هذا الفيروس. يلا بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا كما العادة، حنا عندنا دابا هنايا المجموعة المجموعة سي ديال الأعداد العقدية. غادي نحاول نشوفوا تمرين تطبيقي تيجمع فيها بعض المسائل اللي كنت درستيوها، كنت غادي نزيد ندخل فيها ديك التحويلات كلها، ولكن التمرين غادي يتشجع بزاف وربما غادي يكون ممل ولا المهم كتذكير ولا كملاحظة. نحاولوا نعطيو هذه الملاحظة يعني فيما بعد. شنو عندنا هنايا؟ تمرين رقم واحد، المستوى العقدي بي منسوب إلى معلم متعامل ممنظم إلى معلم متعامل ممنظم مباشر، أربعة كلمات المهم باختصار أو أو في. نعتبر في السي حدودية بي دو زاد يساوي زاد ثلاثة ناقص اثنان زاد اثنان ناقص أربعة زاد ناقص 16. السؤال رقم واحد ألف، تحقق من أن العدد أربعة جر للحدودية بي زاد بي دو زاد، الحدودية بي دو زاد. ب، حدد العددين أ و ب من أ بحيث ب ز يساوي ز ناقص 4 عامل ز مربع زائد أ ز زائد ب لكل ز من س. ثانيا، حل في س معادلة ب ز يساوي صفر، ز صفر هو الحل الحقيقي اللي هذا هو حقيقي، وزاد واحد وزاد اثنان هما الحلان الآخران، بحيث ليماجينير إم دو زاد واحد أكبر من صفر. إذا غادي نشوفوا الجزء التخيلي، اللي عنده الجزء التخيلي موجب هو اللي غادي نسميوه زاد واحد. ب، بين أن زاد واحد أس 2020 ناقص زد 2 أس 2020 ينتمي إلى إي آر، معنى أن هذا الفرق غادي يكون عدد تخيلي صفر إيماجينير بيور. ثالثا، نعتبر مجموعتين أو هي مجموعات النقط M ذات لاحق Z التي تنتمي إلى المستوى العقدي B، بحيث المنظم أو معيار Z ناقص 4 تساوي 2 على 7، كاين المعيار وكاين العمدة، المعيار هو المسافة والعمدة هي خلاص الزاوية اللي تيمكننا نكتبو داك العدد العقدي على الشكل المثلثي، ملي تنكتبو على الشكل المثلثي تيتكتب على شكل أو بدلالات واحد الزاوية، باش غادي يكون R عامل كوسينوس تيتا بلوس إي سينوس تيتا. عندنا المجموعة F هي مجموعات النقاط M ذات لاحق Z التي تنتمي إلى مجموعات
المجموعة اللغوية في بحيث المعيار ديال زد زائد واحد ناقص إجدا ثلاثة يساوي معيار زد زائد واحد زائد إجدا ثلاثة. إذن هذو مجموعتين عطوهم لنا، إذن خصنا نتعرف عليهم. ورا السؤال ماشي ثالثا، ألف حدد طبيعة كل من المجموعتين أ و ف وأنشئهما. ب نعتبر نقاط أ ذات لاحق مع و ب ذات لاحق ناقص واحد زائد إجدا ثلاثة و س ذات لاحق ناقص واحد ناقص إجدا ثلاثة. تأكد من أن أ تنتمي إلى مجموعة F و B تنتمي إلى مجموعة E و C تنتمي إلى مجموعة E. ج استنتج طبيعة المدلات A B C. رابعا، نعتبر الدوران A الذي مركزه O ويحول النقطة B إلى C. ألف حدد قياس زاوية الدوران R. ب اكتب الصيغة العقدية للدوران R. ج حدد أبريم صورة A بالدوران R. من يعطيك هذا السؤال حدد أبريم صورة A بالدوران R، يعني تتحدد لاحق ديال أ ديال أبريل. أ تنعرفو هو أربعة، هاي اللاحق ديال أ هو أربعة. إذا الصورة ديال النقطة أ هي أبريل. إذا ملي نقولو حدد يعني لقنا اللاحق ديال النقطة أبريل اللي هي صورة أ بالدوران أ. دابا كندرا شاملة هنا، ملي تنجيو نعطيو هاد السؤال مثلا واحد ألف تحقق من أن أربعة جذر الحدودية بي دو زد. هاد السؤال بسيط، تيمكننا نعوضو زد بربعة ونشوفو واش تيعطينا صفر. إذا كان بي دو ربعة يساوي صفر، إذا أربعة هو جذر الحدودية. كما أن يمكن يعطيونا عدد تخيلي صفر، يمكننا يعطيونا عدد عقدي عادي. إذا أنتم طريقة راه باينة هنا. ب حدد أ و ب من أ بحيث بي دو زد يساوي زد ناقص أربعة، هذا اللي قلنا يعني تحقق من أربعة جذر الحدودية. دونك إذا كان جذر أربعة، إذا كان أربعة هو جذر الحدودية، إذا غادي نكتبو على شكل بي دو زد يساوي زد ناقص أربعة عميل زد مربع زائد أ زد زائد بي. إذا في هاد الحالة عندكم جوج الحلول، إما نديرو دلتا هي، ولكن دلتا حنا ما عارفينش أ و ب باش يمكننا. إذا شنو غادي نديرو؟ نديرو قسمة أقليدية، غادي نطلقو بي دو زد نقسموه على زد ناقص أربعة، وغادي يعطينا مباشرة زد مربع زائد أ زد زائد بي. هذه طريقة. طريقة أخرى تيمكن نعوضو، وهذه شي شوية ما تنصحكمش ديروها، غادي نعوضو غادي نشرو هادي. ملي غادي نشروها غادي يكون في التعبير أ و ب، وغادي نقولو يعني هادي من درجة ثلاثة تتساوي المعامل من درجة ثلاثة. لا، الحد من درجة ثلاثة يساوي الحد من درجة ثلاثة، ملي نشرو هادي، والحد من درجة جوج يساوي الحد من درجة جوج هنايا ملي نشرو، والحد من درجة واحد عاود يكون تيساوي الدرجة
يعني الحد من درجة واحد والحد من درجة صفر اللي عندنا هنا ناقص 16 يكون يساوي للحد من درجة صفر هنا اللي ما فيهش زد اللي هو الحد من درجة صفر وغادي نلقاو ولكن هذا ما تنصحكمش انكم ديروها لان شي شوية ريسكي إلا بدو ريسكي سي با كوم بار اكزومبل la division euclidienne. Bon, si vous voulez qu'on fasse la division euclidienne d'un peu d'espace, je peux prendre on a ici z moins 4 et on a le polynôme z puissance 3 moins 2 z carré moins 4 z moins 16. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre qu'on doit multiplier par z pour qu'il nous donne z puissance 3. Et bien, je vais écrire z carré, parce que z carré fois z est z puissance 3. Donc, je multiplie z carré fois z, ça fait z puissance 3. Je mets ici un moins pour retrancher. Z carré fois moins 4, ça fait plus, je multiplie par le moins, ça donne ici plus 4z carré. Eh bien, je soustrais la première, la deuxième ligne de la première, où j'additionne, parce que j'ai déjà changé le signe, donc j'additionne. Ici, j'aurai 0. Là, j'aurai plus 2z carré. Et là, je fais descendre le troisième terme, 4z. Maintenant, par quoi je dois multiplier z pour avoir 2z carré? Ben, j'aurai là plus 2z. Je multiplie 2z fois z, ça fait 2z carré. Et avec le moins, ça donne moins 2z carré. Et plus 2z fois moins 8, moins 4, ça fait moins 8z. Donc moins 8z, ça devient ici plus 8z. Voilà. Et ça donne ici 0. Là, c'est plus 4z. Je fais descendre le dernier terme, moins 16. Maintenant, par quoi je dois multiplier z pour avoir 4z? C'est par 4, bien sûr. 4, ça donne 4 fois z, ça fait 4z. Avec le signe moins, ça fait moins 4z. Et 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Avec le moins, ça devient plus 16. Et je retrouve ici le reste qui est nul. Bon, ça, je conseille de suivre cette méthode. Il me paraît plus simple, plus clair, et plus, plus simple, plus courte. Donc, vous allez gagner un peu de temps. Voilà. Et les autres questions, je vous laisse gagner le temps pour réfléchir, à ces questions qui restent, et on va essayer de donner plus de détails pour simplifier un peu la résolution de cet exercice. Donc, Eid Mubarak Saïd.
plein de courage et de bon sens, et à la prochaine. À la prochaine, s'il y a des commentaires, s'il y a des choses à proposer, parce que j'ai contacté des élèves du groupe, j'ai demandé ce que je peux rajouter des exercices. Par exemple, dans les exercices qu'on a vus avant, je pense qu'il s'agit de la probabilité. Et si vous avez des exemples ou des exercices, on peut les travailler ensemble. Et je me contente de présenter mon live, même si ce n'est pas un live, comme ça, parce que si c'est une discussion collective, bon, d'accord, on peut travailler comme ça. Mais avec les maths, il y a un peu de difficulté, parce que il y a beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention, etc. Donc, qu'un des élèves, Obama, lit, تيفضلوا انني نعطيهم تمرين مكتوب هكذا نشرح لهم شويه نعطيهم واحد يعني واحد ريزومي دو كور ils peuvent يعني voir les vidéos que j'ai fait l'année dernière. Vous allez retrouver les nombres complexes et toutes les choses concernant les nombres complexes. J'ai détaillé un peu, vous cherchez. Vous vous abonnez et vous essayez de voir les vidéos qui vont vous servir et vous les voyez à tête reposée. S'il y a des questions, il y a quelque chose à jamais vous, n'hésitez pas. Et bon courage. Allez.